نعلم إن كان اللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة ومعه ملايين الناشطين العرب في مواقع التواصل الاجتماعي قد قرأوا تفاصيل صفقة القرن لحظة تدوين تغريدة أو موقف حربي. ربما كانت مواقف البعض صادقة، لكن المؤكد أن الصفقة المدانة على المستوى الشعبي مثلت فرصة لا تعوض عند كثيرين لانتزاع أكبر قدر من التفاعل والأضواء. مواسم الحزن الفلسطيني لا تنتهي، والنكبة التي كانت بصيغة المفرد تكاثرت كالفطر، ففي كل يوم مأتم وقطعة أرض تضيع، والردود ظلت وفية لنفسها منذ 72 عاما، بكائيات وشتائم وقصائد عصماء وخطب نارية وتغريدات حماسية وبروفايل جديد بالكوفية الفلسطينية ووعد بنصر قريب لا يأتي أبدا. جيوش من جنود الكلمة والموقف الصوتي اعتاشت من ضروع القضية الفلسطينية عبر العقود، وكان الصراخ أقصى درجات الفعل في مؤتمرات التضامن ووقفات الاحتجاج والأمسيات الشعرية. ولا مبالغة في القول إن كل مدينة عربية كانت تضم العشرات والمئات من شعراء وكتاب ورسامين بل مطربين للقضية. وها نحن اليوم أمام صفقة القرن، نكذب قوانين الطبيعة ونستحم بمياه النهر مرتين، عندما أصدر المفكر السعودي الراحل عبد الله القصيمي كتابه العرب ظاهرة صوتية، تعرض لعاصفة من النقد. والحقيقة أن العرب لم يكونوا ظاهرة صوتية في القضية الفلسطينية، بل كانوا فاعلين بامتياز وألحقوا بها ضررا فادحا فات وقت تداركه. وقد أوصلنا الآن إلى صفقة القرن، موضوع الهجاء الموسمي الجديد. حملات كثير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الرافضة للصفقة تؤكد أننا لم نفارق مدرسة المذيع الراحل أحمد سعيد. أيها العرب في جميع أنحاء العالم، هذا صوت العرب الناطق بلسانكم، المكافح من أجلكم، المعبر عن وحدتكم. ولم نجد حتى الآن ما نقدمه لقضيتنا التي أسميناها مركزية سوى بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. ولكن في ميادين السوشيال ميديا بانتظار تقادم حديث الصفقة ليتم رفع اسم فلسطين من الشعار الشهير واستبداله باسم آخر وفق هبوب الريح. عند كل محنة تصيبنا وما أكثرها في حياتنا العربية يرتفع الطلب على مهنة المحلل السياسي أو الخبير الاستراتيجي لتغطية ساعات البث أو لرفع العتب، فينتقل المحللون محدثو المهنة بين الفضائيات والصحف، يرسمون الخرائط الجديدة والتحركات الممكنة ودور الشعوب في هذه المرحلة المفصلية. وقد شكلت صفقة القرن هدية ليست من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل وحسب، بل لهم أيضاً ولكل من أراد العودة إلى دائرة الشهرة عبر الاتجار للمرة الألف بالقضية الفلسطينية. يقود تجار العدا والعرب ما التفتوا، كيف الخلاص إذن يا موطن الحرم؟ كيف السبيل إلى التحرير غايتنا ونحن في فرقة والأذن في صمم؟